في المباراة أيضا. هدف أول وبطاقة صفراء أولى، والهدف بتوقيع أليخاندرو غوميز، والبطاقة الصفراء على أليخاندرو غوميز. وهنا ستانكوفيتش بالخبرة بالتمرير كان بيانسو، وهدف التعادل للإنتر، هدف التعادل للإنتر بكرة لا وجود فيها لتسلل، هدف في الدقيقة 29. استيبان كامبياسو لا يسجل من ليتو ولا يسجل سامويل ايتو، فتقدم استيبان كامبياسو ليسجل في مرمى كاتانيا هدف التعادل. استيبان كامبياسو يدخل في هذه اللقطة ويسجل أول أهدافه في الليغا سيريا في هذا الموسم بكرة أيضا بتمريرة ديان ستانكوفيتش الذي يصبح صانع الألعاب. وهنا يأتي التأخير في الارتداد، جاء من اللاعب والظهير الأيسر شيرو كابونوا ولم يتمكن من كشف التسلل، وتأتي الكرة إلى استيبان كامبياسو اللي ينفرد بمرمى ماريانو أندوخار ويسجل في الدقيقة 29 هدف التعادل للإنتر. هدف التعادل للإنتر ليعطي مرة أخرى